رعب يسبق موسم الإنفلونزا بسبب كورونا، أطفالنا الناقلون الصامتون لكوفيد 19، وتشكيك في جدوى قياس الحرارة لأبواب المحلات. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من العربية صحة، فأهلا بكم. مع اقتراب الشتاء وموسم الإنفلونزا واستمرار فيروس كورونا بالانتشار، لم يخفي الأطباء قلقهم من خطر الإصابة بالفيروسين معاً، الأمر الذي قد يشكل عبئاً ثقيلاً على الجهاز المناعي للمصاب. يتمثل الخطر بحسب ما نقلت CNN عن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة بأن كلا الفيروسين يمكنهما مهاجمة الرئتين، ما قد يتسبب بالتهاب رئوي أو تشكل سوائل على الرئتين أو فشل تنفسي، ويمكن أيضاً أن يزيد ذلك من خطر الآثار الطويلة على أجهزة المصاب العضوية. في جديد الأبحاث المتعلقة بفيروس كورونا، حذرت دراسة أمريكية من قدرة الأطفال على نقل الفيروس إلى غيرهم حتى وإن لم تظهر عليهم أعراض المرض. وبحسب الدراسة التي نشرها الموقع الإلكتروني لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يكمن الخطر في أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 أعوام لديهم القدرة على نقل الفيروس التاجي في المدارس وغيرها إلى أطفال آخرين ثم إلى عائلاتهم من دون ظهور أي أعراض عليهم. في تحذير مقلق، أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم أن الشهرين المقبلين سيكونان الأقصى في الحرب ضد فيروس كورونا. المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا هانس كلوغي قال لوكالة فرانس بريس أن المنطقة تتوقع ارتفاعاً في عدد الوفيات بكوفيد 19 في أوروبا في أكتوبر ونوفمبر المقبلين، ووصفهما بأنهما سيكونان الأصعب في مواجهة الوباء. بعد أن أصبحت مشهداً مألوفاً على بوابات المحلات والمطاعم والمراكز التجارية، خرج عدد من خبراء الصحة ليشككوا بجدوى قياس درجة حرارة الزبائن قبل الدخول إليها، وقالوا إن ذلك لا يساعد على تطويق فيروس كورونا. الخبراء المشككون قالوا إن قياس درجة الحرارة يعجز عن رصد الإصابة لدى الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض الحمى، وإن كثيراً من المصابين لا يعانون أي ارتفاع في حرارتهم حتى بعد الإصابة بالفيروس. ومنذ بدء فيروس كورونا في الانتشار على نطاق واسع في مطلع العام الجاري، ألزمت المراكز التجارية والمطاعم والمقاهي كل زبون يرغب في الدخول إليها بأن يخضع لقياس درجة الحرارة، إلى جانب شروط أخرى مثل ارتداء الكمامة أو حتى القفازات.